السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتفر تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فرج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا بإنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق إليه النشور. أمنتم ما في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم ما في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقظ ما يمسك إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم يرزقكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم يرزقكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وإنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم.